راجل هو اللي ضحكك حتى لهنا، ديما تكوني ضحكه معاه. عمرني خرجت هاد جوج اطفال صغار كيسيئوا لباهم ولا تيقولوا شي حاجه خايبه كما هو خرج البنات. شوف ملي فرضت الام ما عندهاش ما تعطي، ما عندهاش كتخدم غير الديور نحنوا فيها، حتى انا تخدم على ولادها باش تجيب لهم ياكلوا، تخدم على ولادها باش تجيب لهم ياكلوا. اللي انا ما فهمتش انا ذاك الانسان خدم بيا في اليوتيوب باعني بالفلوس، حق جد هاد الفلوس اللي نبيع في نبيع الكرامه ديالي من اجل باش نقبض الدراهم نبيع عليا انا، عليا انا باغي تشري الطوموبيلات وباغي تشري الديور عليا انا ديال المشاريع. في الزواج ما لقيناكش سيدي راجل ونص، ما لقيتكش، حيت انا ملي كنقول راجل ونص هو الراجل اللي كيخلي ديما المراه ضاحكه ماشي يخليها ديما باكيه. الراجل اللي يخلي المراه باكيه ماشي راجل، الراجل اللي يدوز دكاك على المراه ماشي راجل. شوف كتصمت بيام يلاه الا ضروري يجيك السيد ولا بدا يجيك عرفتي شنو تشري الدار ولا تخليها غير من موراك يورثوها. انت هضرتي فيا وزدت نوب على رقبتك ويورثوها، غيورثوها هاد الاطفال غيورثوها الا ولدتي مع هذيك خيتي البوانه غيورثوها. وديت نوب على رقبتك القبر ديالك عندك حتى الدنيا عزها لك. شوف يا ترى العاقبه يا ترى هجمع صافي الدنيا داتك. شوف هالكلمه راه هي اللي كوناتك وديما غتبقى متورخه عليك، هي اللي كوناتك وسعاد هي اللي عطاتك خلاتك تمشي ومشيتي وزهيتي وعجبك الحال وبقيتي وانا عطيك لوك. وكان هاد سعاد تفتح لك الباب وتحل لك الباب هاكا وتقول لك اجي وندير لك ريحان هي اجي سي محمد وكتب لك شي ميساج تجي كطير، حيت كتموت على سعاد وعلى ريح سعاد كما بغات تكوني. دابا كتقول كتقول لهم دايره وفاعله وكتدعيني بالكحوله هنا وكل شيء وبهادي وبهادي كل شيء كحل. انا سمراء وانت عندك امك سمراء، امك ما سمراش، عندك خوتك سمر ما سمرش، اللي سمر كله خايب زعما انت ابيض نصارك ابيض بلق ما فيكش كاع الريحه. انت ما كتوصلش ما كتمشيش للحمام ما كتمشيش للتواليت حاشاكم المتتبعين، انت ما كتمشيش للتواليت